أهلا بكم. المنتخب الوطني المغربي يفوز على ليسوتو بهدف لا شيء برسم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المغرب 2025. مدرب فريق الجيش الملكي البولندي ميشنيفيتش يبرمج حصة تدريبية في مصر قبل مواصلة الرحلة نحو جنوب السودان لمواجهة المريخ في ذهاب الدور المؤهل للمجموعات ضمن دور أبطال إفريقيا. المنتخب الفرنسي يفوز على ضيفه البلجيكي بهدفين للا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية. المنتخب الأرجنتيني بطل العالم يحل ضيفا ثقيلا مساء يوم الثلاثاء على نظيره الكولومبي ضمن التصفيات المونديالية. نادي برشلونة الإسباني يعلن عن خضوع لاعبه الشاب مارك برنال لعملية جراحية على مستوى الركبة وغيابه لمدة عام كامل. المنتخب المغربي النسوي للكرة الشاطئية يحرز مساء أمس الاثنين في تونس لقب البطولة العربية للأمم بعد فوزه على لبنان بجولتين لصفر. إلى اللقاء.